على سيادة اللواء عبد المنعم الحاج، ده الأستاذ القدير اللي اتعلمنا منه كل حاجة. لأني أنا قدري بعد ما سبت نادي الزمالك ورحت المقاولين العرب كان الكابتن سيادة اللواء عبد المنعم هو المدير الفني لنادي المقاولين، وكان في مجموعة ما شاء الله من اللعيبة. تعلمنا كل حاجة كويسة من سيادة اللواء عبد المنعم الحاج، لأن هو كان ما شاء الله عنده النظام والديسبلين، وكان عنده حاجة مهمة جدا اللي هي الحب والوفاء والإخلاص، اللي هي العلاقة بين. ثم اتقلبت على ايده مع كابتن عبد المنعم الحاج ان انا اصبحت بدل حارس مرمى نادي المقاولين بقيت مدرب حراس مرمى نادي المقاولين، وكان يمكن عندي 22 سنة. فالفترة دي عمري ما انساها. بعديها اراد الله ان انا اكون مع سيادة اللواء عبد المنعم الحاج اما جه يمسك منتخب مصر، وطلعنا بطولة في نيجيريا كان ما شاء الله عليه. يعني الواحد يتعلم رغم ان اللي كان معاه يعني اسماء قمم، يعني محمود الخطيب ومصطفى عبده، كابتن مصطفى عبده القدير، ومجموعة كبيرة جدا من اللعيبة. فأنا استفدت كتير من الكابتن عبد المنعم الحاج، استفدت منه في حياتي. أنا عشان كده دايما أقول عليه الأستاذ القدير، سواء كابتن فؤاد صديق رحمة الله عليه أو الكابتن سيادة اللواء عبد المنعم الحاج، ربنا يديله الصحة والعافية. تعلمنا منهم حاجات كتيرة جدا 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 جدا، وربنا يعني يديله الصحة ويديله طولة العمر، لأن الراجل ده عمر طويل، عمره ما طلع عيبة من بقه. كان ازاي النظام والديسبلين ومعاه الحب والوفاء والإخلاص. الكابتن عبد المنعم الحاج أسطورة، كانت في التدريب وفي الأخلاق عفوا، وعلمنا حاجات كتيرة جدا 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 جدا. المفروض يعني التجربة بتاعته دي تبقى موجودة لناس كتيرة محتاجاها الفترة أو الزمن اللي احنا موجودين فيه. لأن اللي عبد المنعم الحاج كان له مدرسة خاصة، ما هي مدرسة الكابتن فؤاد صدقي، لأن برضه الكابتن فؤاد صدقي احتضن كابتن عبد المنعم الحاج من بدري، سواء هو لعيب سواء هو مدرب. فربنا يدي الصحة والسعادة والخير كله لسيادة اللواء عبد المنعم الحاج، واحنا فعلا احلى ايام عمرنا مجموعة من اللعيبة عمرها ما تتكرر في نادي المقاولين العرب، كانت مع كابتن فؤاد صديق، كابتن عبد المنعم الحاج، ثم مع كابتن عبد المنعم الحاج بعد ما كابتن فؤاد صديق رحمة الله عليه مشي. فأنا بتمنى له الصحة والسعادة، وبقول له شكرا يا كابتن، وربنا يديلك الصحة وطول العمر يا رب، لأنك أنت أسطورة وصعب تكرار تجربة حضرتك، وخاصة في هذا الزمن اللي احنا فيه. حضرتك ربنا يديلك الصحة ويديلك طولة العمر ويهنيك، وأنا دايما بدعو لحضرتك لأنك تستاهل الدعاء مننا جميعا، لأنك علمتنا حاجة. شكرا يا كابتن عبد المنعم الحاج. شكرا كابتن فكري صالح.